بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الثاني ببرنامج الفوتوشوب. بالدرس الأول تعلمنا أساسيات عن الفوتوشوب وأساسيات عن الصورة والألوان والإضاءة والألوان. تعلمنا نظام الألوان ونظام اللي بتعامل معه نظام الصور اللي بتعامل معه الفوتوشوب والألستريتر. قلنا إنه الفوتوشوب بيتعامل مع نظام البيت ماب، والالستريتر بتعامل مع نظام الفيكتور. والبيت ماب هو نظام البكسلات اللي نحن نشتغل عليه حاليا. هلا الدرس الثاني نحن نتعلم بالفوتوشوب شيء اسمه الإضاءة. الإضاءة واستبدال اللون. هلا قبل أول شيء، الإضاءة هي كتير 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 مهمة بالبرنامج الفوتوشوب. إذا بتيجينا، إذا نحن كنا مصورين فوتوغرافير أو أي شيء ممكن نشتغله، ممكن تيجينا صورة مثلا بدنا نحطها على، بدنا نظبطها لجريدة، لمجلة، لأي شيء بدنا إياه. إذا كانت الإضاءة تبعتها مو راكزة، وقت الطباعة بتطلع مو راكزة، بتطلع فاشلة جدا. فنحن لازم نتعلم كيف نعدل بالإضاءة، وشو الحدود المسموحة لنا بالتعديل، وشو نظام الإضاءة اللي لازم نتعامل فيه. هون الإضاءة في فوتوشوب يمكننا تعديل إضاءة الصورة. عنا إذا كانت صورة معتمة فينا نزيد إضاءتها بتصير مضوية، وإذا كانت الصورة كمان مضوية فينا نخفف من الإضاءة تبعتها وتصير معتمة. يعني نوعا ما فينا نحول الليل لنهار والنهار لليل، طبعا بشروط وحدود معينة. طبعا مستحيل 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 إنه نقدر نجيب صورة ليل على الأخير ونساويها نهار، هاي مستحيل لأنه بنضرب الصورة. هلا في عنا طريقتين للتعديل الإضاءة ببرنامج فوتوشوب: طريقة يدوية، طريقة أوتوماتيكية يعني تلقائية. هلا ما في مصمم بيقعد بيشتغل بالطريقة التلقائية يعني الأوتوماتيكية، لأنه ما رح تعطيني التعديل اللي بدي إياه. هي بتعطي التعديل على حسب شو إضاءة الصورة وألوان الصورة، بتحاول تعطيك يعني شكل مميز، بس هي ما رح تكون مفيدة أبدا أبدا أبدا. نحن شغلنا باليدوي، ونحن بنعدل الإضاءة على كيفنا، لأنه نحن حسب شو بنشوف. كل واحد رب العالمين خالق له عيون لحتى يشوف الصورة بشكل خاص هو بشوفها. يعني ما فيني أنا مثلا أعدل إضاءة صورة وأسأل التاني ممكن أشوفها كمان حلوة، ممكن واحد تالت يشوفها لا اضاءتها مو ظابطة. كل واحد حسب كيف بيشوفها. دائما تعامل مع الفوتوشوب على انك انت بتشوفه غيرك لا. هلا رح نشوف التعديل التلقائي. عندنا 3 خيارات من قائمة ايميج، هي اوتو تون واوتو كونتراست كونتراست واوتو كولر. هلا هدلون رح نحكي عنهم بس بالتفصيل اكتر مع بالطريقة اليدوية. بالطريقة التلقائية رح ارجيكم خطوات شلون التعديل، بس اشرحهم بالطريقة اليدوية بنشوف كل وحدة شو مقابلها بالاوتوماتيكية. هلا رح نجي عنا صورة هالسيارة. اذا بنتفرج هون شوفوا قديش غامقة، من هون غامقة كتير هذا الخيال. في هون عنا بقعة ضوئية او لمعة من الشمس. فينا نعدل إضاءة الصورة شوي، رح نحاول نعدل فيها لنشوف الفرق بين الأوتوماتيكي شلون بتعدل واليدوي. هلا الأوتوماتيكي من قائمة إيميج، أوتو تون رح تعدل لي شوي بالإضاءة، أكيد ما رح يبين شي لأنه قلت لكم أنا إنه الأوتوماتيكي ما بيفيدنا، ما رح يعدل أبدا شي، يعني بتحس إنه الصورة مثل ما هي ظلت. هلا هو عدل أكيد، بس نسب كتير 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 خفيفة ما بتبين بالعين المجردة. هلا هاي اوتو كونتراست واوتو كلر. ممكن هلا على الاوتو كلر غير شوي بالالوان، غمق شوي الصورة، بس كمان ما التعديل اللي بدي اياه انا. اذا بدي اعدل بعدل بايدي بلاقي افضل. شوفوا هاي كانت هيك الصورة، هيك صارت. هاي على التعديل الاوتوماتيكي. رح نيجي للتعديل اليدوي من نفس القائمة image adjustment. في عنا أول خيار هو levels، رح نشوفه. هلا levels فيها قسمين، هذا القسم اللي من هون
والقسم الثاني اللي من هون. رح نشوف الفرق بين هاد وهاد. هلا هاد عنا القسم اول ما نطلع عليه، اول ما نفتح الاوتو ليفلز بيجي بيرسم لنا مخطط للالوان الموجوده عندي او لاضاءه الالوان الموجوده بالصوره. فاذا بلاحظ من هون في عندي كثافه الوان، من هون خفت الكثافه، من هون رجعت عليت شوي، من هون عليت صار في عندي هون خط، هون انقطعت نهائيا. يعني هاي الشقفه كلياتها مضروبه، هاي الاضاءه من هون مضروبه بالصوره. لازم انا اول ما افتح اي صوره اشوف الاضاءه تبعيتها، اذا كان مضروبه لازم الغي الضرب تبعها. كيف بلغي الضرب تبعها؟ باني زيح المؤشر هاد لبدايه الاضاءه. تفرج شلون كانت الصوره، اذا بنشوف الصوره هون شوف شلون رح تعدل مباشره، ضوته صارت مشمسه جدا. هي حدود الالوان عندي من هون لهون. هلا لحط اوكي وارجع فوت عليها. اختصار طبعا للليفلز كنترول ال، شايفين كيف عبت من اولها لاخرها، انه هلا انا اخذت فرشت الالوان على المساحه، مساحه الصوره كامله اخذتها. اهم شيء نفرق بين هاي وبين هاي. هون لاضاءه الالوان مو الصوره، بتعدل اضاءه كل لون لحال، اما هي بتعدل اضاءه لون اضاءه الصوره كلها مع بعضها. هلا رح ارجيكم الفرق. هلا مثلا هي رح نرجع لاضاءه الالوان، رح حرك المؤشر النصاني. هلا هذا اذا بنشوف هون المؤشر هذا اسود، هذا رمادي، هذا ابيض، بدل تقريبا على انه هون انا الغامق او هون العتمه وهون الاضاءه، وبالنص هي المنطقه الرماديه او المنطقه اللي بحرك فيها اضاءتي يمين ويسار. هلا رح اروح باتجاه الاسود، انا شلت عم شيل الغامق منه، عم شيل الالوان الغامقه، انا عم حاول فتح الصوره. اذا بروح باتجاه الابيض بلع، يعني بيشتغل تقريبا بالعكس، فهو انا عم بلغي بالاضاءه لحتى تبلش عندي الصوره تعتم. هلا شوفوا الفرق. هلا انا رح اسحب هذا للاخير، الاخير لهون صارت الصوره بيضه، ولكن ما يعني صارت الصوره مضويه بشكل كامل، ولكن ما اختفت ملامح الصورة عندي. رح روح كمان للغامق، غمق الصورة على الأخير، كمان صارت الصورة مثل تقريبا انه خلص حطيت كل شي عتمة بالصورة بالألوان عندي كلهم غمقتهم على الأخير، كمان صارت سودة تقريبا الصورة، بس كمان ما راحت ملامح الصورة عندي. ارجع شوي بعدل التعديل اللي بدي اياه. هلا اذا بشوف انا لون الصورة، الاضاءة تبع الصورة، تفرج لون عم تغمق، بس انه اذا اخذته للاخير صارت الصوره كلها سوداء وما ضر ما ضل عندي ملامح، لانه هي ما بتتعامل على الصوره كانها الوان، بتتعامل على الصوره كانها صوره مثل بلوك كامله، بتتغير بالبلوك كامل، ما بتغير بالالوان الفوقانيه، بتغير بالالوان. رح اسويها بيضة تمام. في عندي هون بريست، طبعا بالفوتوشوب اي شيء في عندي منه عينات جاهزة. رح نجرب عينات، مثلا هون لايتر اعطيت اضاءة للصورة اكتر، هو اعطاني تأثيرات معينة، هو حرك بتأثيرات معينة. شوفوا هو بس هذا كان هون حركه لهون، قام اعطاني لايتر اضاءة اكتر. في عندي داركينج، داركر غماءة اكتر، او انه ظلمة او عتمة اكتر، يعني في شغلات جاهزة. انتو بتختاروا اللي بدكم اياه، ممكن انتو تعدلوا بايدكم. طبعا التعديل اليدوي كتير ممتاز وحلو. هاي كلمة اوتو هون هي نفسها الاوتو اليدوي اللي قبل شوي استخدمناه. طبعا الليفلز تقابل الاوتو تون، الليفلز تقابل الاوتو تون. انا هيك بس اوكي، انا اخترت الليفلز هيك بدي اياه لحتى نشوف انا شو عملت بالاضاءة. كانت هيك الصورة، شايفين شلون معتمة؟ صارت هيك الصورة، ضوت. بيجي للخيار الثاني، هو من Adjustment Shadow and Highlight. رح احكي مباشرة Shadow and Highlight هي نفسها Auto Contrast. رح فوت على Shadow and Highlight. هلا أول ما أكبس Shadow and Highlight هو لحاله بيعطيني تأثير 35%.
هلا كل كمبيوتر كل نسخة فوتوشوب ممكن تعطيك، في نسخ بتعطيك 50% تعديل للإضاءة للشادو أو والهايلايتس. الشادو يعني الظل. هلا رح أرجيكم الفرق شو كانت شو صارت. هلا هي الصورة تبعيتي، تفرج الظل اللي تحت بالسيارة، يعني تحت السيارة تماما، تفرج شو رح يصير فيه كل ما بحرك بالأماونت تبع الشادو. ببلش يخف، ممكن كمان انه، بس طبعا شايفين اذا بروح انا فيه على الاخير مثلا انا بضرب الصورة، تفرج شلون انه صح انا شلت الخيال من هون وفتحته كتير، بس تفرج شو سويت بالصورة من فوق، انا ضربتها. ما بيصير اعدل على الاخير او على كيفي، بعدل على كيفي طبعا، بس انه ما بيصير اعدل ضمن بعيد عن الحدود اللي انا لازم اشوفها للصورة كتير حلوة. فانا رح خلي الشادو هو غامق حلو، ممكن انا اشيل شوي بس شوية شادو، بس خليها يعني هيك تعطيني انه بين الطرف انه هون صار في عندي شوية اضاءة. بس الاما الاماونت تبع الهايلايتس اذا بنتفرج على البقعة هاي اللمعة، تشوفوا شلون بتبلش تخف حدتها كل ما خففت من اضاءة الهايلايتس تبع الصورة. شوفوا الشارع كيف من هون صار، طبعا هذا الهايلايتس انا الاماونت تبعه ساحبه على الاخير كمان، هيك انا بضرب الصورة صارت مثل انه معجونة الصورة، فانا ما بحب اغير كتير. طبعا الاضاءة لازم العب فيها بحيث انه خلي الصورة مو متشوهة، ما شوه الصورة فيها، فانا رح احرك شوي صغيرة بس بس لهون. طبعا هاي بريفيو بتعطيني، بخليني اشوف الصورة قبل وبعد، هيك كانت الصورة قبل التعديلات، هيك صارت بعد التعديلات. لحتى نشوف كيف كانت الصورة بالبداية، هيك كانت نهائية، هيك صارت. رح ارجع اشوفها مقسمة الصورة بالبداية، هيك كانت. بعد ما عملت اضاءة على الالوان هيك صارت، بعد ما عملت اضاءة عملت تفاوت بين الشادو والهايلايتس وعدلته هيك صارت. شايفين شلون فرقت الصورة بين كانت اول وصارت جديدة؟ هيك بلعب بالصور وبألوان الصور أو إضاءة ألوان الصور. هلا في عنا خيار الأوتو كلر اللي هو رح يقابله بالمانوال، هو الكلر بالانس، استبدال اللون. هذا بدنا نحكي عنه، استبدال اللون. هلا ما رح نقدر نشوفه هون بشكل كبير، رح ساوي بس هيك خطوة صغيرة حتى أرجيكم شلون ممكن نعرف شو يعني الكلر بالانس. بس خليني هاخد اي صورة، مثلا انا اجتني الصورة هيك. انا اول ما بطلع على الصورة، الصورة مو مريحة. مثلا انا هلا كنت هيك واجتني صورة هيك، صورة ضارب فيها اللون الاحمر، مو شرط احمر، ممكن اي لون يكون ضارب بالصورة. فانا شو بدي اساوي؟ ما طبعا هي الصورة فيني اعدلها، فيني اظبطها باللي اسمه استبدال اللون او كلر بالانس، اللي اختصار لها هي كنترول بي. كنترول بي اذا بنتفرج على هاي اللوحة اللي طلعت عندي، في عندي انا هون ريد جرين بلو، شو عكسهم؟ سيان. الريد عكسها سيان، والجرين عكسها ماجنتا، والبلو عكسها يلو. هلا انا شو الصورة اللي عندي؟ شو ضارب اللون عندي؟ احمر. فبمسك الصورة وبشدها بعكس اللون الاحمر، بمسك المؤشر هذا وبمشيه بعكس اللون الاحمر. اذا بنتفرج شلون بلشت اللون الاحمر يروح،
شايفين كيف صار الروح. هي هيك كانت، هيك راح، شايفين كيف بلش يروح اللون. السيان بدعمه بشوية بلو إذا بدي، بس عشان ما أضرب الصورة أنا برأيي إني بعمل أوكي وبرجع بعيد العملية مرة تانية وبسحبها باتجاه السيان، بخف كمان الأحمر، رح أرجع أعيد العملية أحسن. كنترول بي، تفرجوا هاي رجعت الصورة. طبعا إذا بشده أكتر زيادة لك بلش تزرق الصورة كمان، أنا حطيت لون زيادة زرق فوق الصورة. لا فأنا برجع شوي يعني حتى أعطي تعديلات للصورة على الخفيف، بحيث إني لا بضرب الصورة وبرجع ألوان الصورة مثل ما كانت. هي أوكي تقريبا، أنا سحبت اللون الأحمر من الصورة. هلا في بس كم شغلة هون نحكي، هون في عندي هون توم بالانس، فهي وين انا عم بتحكم بسحب اللون وشيل اللون او بضخ لون جديد. يعني لما مثلا اذا بدي احط فوق الصورة اصفر ساوية عتيقة، فيني انا احط على اللون الاصفر بتصير صفرة. هون عم بشتغل بالميديتون، يعني بمنتصف، يعني لا هي اضاءة، لا عم بشتغل بالإضاءة الشديدة ولا بالظل، فأنا عم بشتغل بالوسط، بحد الوسط بين الإضاءة والظل. هلا إذا باخده على الشادو، أول شي تفرج هون شلون كانوا رمادي، رحت على الشادو صاروا كلهم أسود، معناتها هلا أنا بتعامل مع الظل كمان بساوي. تفرج تحت، تفرج من تحت الصورة كل شي يعني تقريبا مايل صاير أغمق من الصورة، فهو عم يعني يتحول لأزرق، شايفين كيف؟ بالهايلايتس رح اشتغل، شوفوا اذا بتحبوا بتشوفوا بالسماء والغيمة، شوفوا شلون كيف رح اعدل بالسماء والغيمة، شايفين كيف حولتها. طبعا ما بشد كتير لانه رح اضرب الصورة بالزرق. هي اوكي، هلا انا هيك سحبت اللون الاحمر من الصورة. طبعا انا عملت العملية اكتر من مرة لانه كان اللون الاحمر كتير كبير بالصورة. اذا كان طبعا ما رح تجيني الصورة يعني ما رح يكون طاغي اللون كتير لهالدرجة، رح يكون شوي طاغي اللون مثلا احمر، بقوم بعدل شوي فيه لحتى يرجع، ممكن بعملية واحدة تزبط بكون كل شي تمام. هلا انا بما انه هي صورة جديدة فتحتها رح احاول اعدل فيها الاضاءة، مع انه شايف انا الصورة باهتة. رح شوف الكنترول ال، اذا بنطلع عليها اول ما فتحت الكنترول ال هي الليفلز، تفرج شلون من هون مقتولة الصورة كلها، حتى في كتير فراغات بقلب الصورة. هلا هاي الفراغات صعب نتخلص منها، يعني بين كل حزمة لون وحزمة لون تانية في فراغ صغير هون، فصعب نتخلص منه، ولكن ممكن انه يعني نخففه شوي. هلا انا بغمق الصورة، هلا هي بما انه الصورة باهتة فانا لازم اغمقها شوي، اغمق اضاءة الالوان يعني نوعا ما. هيك رجعت الصورة، بشوف الشادو اند هايلايتس اذا فيني اعدل فيه شي يطلع حلو. برجع كمان بعمل ليفلز، شوف شلون شفتوا شلون تعبت الالوان. هاي هيك، هاي هيك عدلت الوان الصورة. رح نشوف الصورة كيف كانت اول ما فتحناها. هاي هيك مع اللون الاحمر، شلنا كل شي الوان، ظلت الصورة باهتة، عملنا شوية تعديلات بالاضاءة، طلعت زبطت اضاءتها. نرجع نشوف هاي الصورة وهي باهتة، وهي الصورة بعد تعديل الاضاءة. هاي درجات تحسين الإضاءة، بدأ تدريب منيح على الإضاءة حتى يمشي الحال. رح نيجي لهون نشوف الكلر بالانس، شو رح ممكن نقدر نعدل فيه. بدنا نتفرج أول شي على الصورة، شو اللون الطاغي بالصورة. طبعا ما بشوف أنا شو عندي لون مثلا هون أخضر أو هون مثلا أبيض أو هون، لا أنا بدي أشوف الصورة بشكل عام شو في عندي لون زايد عليها. هو ممكن يكون الأصفر شوي، فأنا هون بعطيها شوية زرق بس خفيف كتير كتير،
ما بعرف اذا بين معكم التعديل. هي هيك هي هيك، هي قبل وهي بعد. تعديل كتير خفيف. اذا ما كنتوا شايفين انه الصورة ممكن تكون فيها بلا، هي قبل وهي بعد. هيك بكون عدلنا اضاءة هي الصورة، مع تعديل شوي بالظل، مع تعديل شوي باللمعة اللي هون. وهي كل شيء ادوات للاضاءة. هلا في عندي بس انا شغلة صغيرة، في عندي بالليفلز في طريقة تانية للتعديل مثل باضاءة الصورة، هي الكورفيس. الكورفيس ليكو المخطط تبع اللون، ليكو هون موجود، نفسه اللي رح نشوفه بالليفل، نفسه اللي بنشوفه بالليفلز. بس عندي هذا الخط، انا فيني اطلع لفوق بقوم زيد الاضاءة تبعه، بنزل لتحت بزيد الغماءة تبع الصورة، بعملها تعتيم يعني. فيني العب بالوان الصورة كمان، اضاءة الصورة بشكل تاني يعني. ممكن انا اخترع مثلا اذا كنت عم بشتغل لافلام كرتون او لاي شيء، ممكن انه هذا الشيء يفيدني. ممكن اتحكم اكثر هون، اكثر من الليفلز، بدرجة الإضاءة الشديدة. شايفين هيك؟ ممكن انا هيك طبعا ضربت الصورة، بس انا عم ارجيكم شلون ممكن اني اعدل بالإضاءة. فيني يعني في كتير شغلات ممكن اساويها. هيك بكون خلص درس الإضاءة بإذن الله. تقريبا كل شي بالإضاءة واستبدال اللون مرينا عليه. بتمنى تتدربوا منيح، جربوا صور كتير، نزلوا صور من النت وجربوا تعدلوا إضاءتها، نزلوا صور مضروبة شوي جربوا تستبدلوا اللون تبعها، وإن شاء الله كل شي بيمشي، كله بيمشي بإذن الله. وبصير شوي شوي مع الممارسة بيتعدل، بتصيروا أحسن، بتتطوروا بالنسبة للإضاءة. الإضاءة كتير مهمة وكتير لازم نتعلم عليها، نفهم شلون عم نتعامل مع الألوان وإضاءتهم. السلام عليكم.